السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بيخليك تحط شخصية وهمية أو شخصية الكمبيوتر هو اللي اخترعها وتديها تكست وهي تحول التكست ده لصوت. طب تعال نجرب مع بعض. تمام، تعال نشوف بس كده ايه الموقع دوت، المزايا اللي فيه. اهوت بيديك وجه للكلام اللي انت هتقوله بحيث ان هو ايه يبدأ ان هو يتكلم معاك. اي تكست هتكتبه له، وده هيساعد ناس كتيره مثلا عايز يعمل فيديو بس ما ظهرش بصورته لاي سبب من الاسباب، فسهل جدا ان هو يختار الشكل اللي هو عايزه ويديله التكست وهو ياخد التكست دوت يبدا ان هو يتكلم بيه. والميزه ان هو ما فيهوش حقوق طبع، يعني ما فيش حد يقولك انت استخدمت صورتي بشكل خاطئ، لا انت دي صوره الكمبيوتر هو اللي عاملها. طيب خلينا نخش بقى في العملي. لو انت عندك حساب هتقول له لوج ان، لو ما عندكش حساب هتقول له انا عايز ابدا نسخه تجريبيه. دلوقتي اقول له كريت فيديو، تبدا بقى تكتب اي تكست انت عايزه هنا وتختار شخصيه. خلينا ناخد مثلا التكست دوت. وهاجي هنا واقول له خد التكست اهوت، واختار بقى الشخصية اللي انا عايزها. وليكن مثلا الشخصية ديت، زي ما انت شايف عندك شخصيات كتيرة تقدر تختار منها. تمام اهوت، وتقدر حتى تقول له جنريت اي اي بريزنتر اهوت. تمام، وتقدر توصف الشخص يعمل لك هو صورة جديدة خاصة بيك اهوت، وتقدر بقى تقول له انا عايز اسمع الصوت، وتقدر تختار الفويس هيبقى صوت مين. Share your story using Creative Reality Trademark Studio. Transform photos into video presenters at scale. Produce AI powered. واللغة لو مثلا كاتب عربي او اي حاجة، تعال نشوف هل في عربي ولا لا. في عربي اهو بلهجات كتيرة جدا، هتقدر تكتب عربي وتدي له صوت عربي يبدأ ان هو يقراه بشكل كويس. كل اللي عليك بقى لو انت عايز تعمل فيديو بتشتري الحاجة، لان النسخة التجريبية اللي عندي خلصت، يعني هو هيديك كذا مرة جرب انا خلصتهم كلهم. تمام، فدي ميزة حلوة اوي ان انت تعمل فيديو من غير ما تظهر بوجهك، تكتب تكست، وطبعا الانجليزي بتاعك هيبقى كويس. فممكن حد عايز يعمل فيديو بكلام انجليزي وهو يعني النقطة بتاعه فيه مشكلة، فيقدر يستخدم الطريقة دي، فهيحلك مشاكل كتيرة البرنامج.